في حاجة أنت اليوم ندمانة عليها بمسيرتك؟ ندمانة آه إيه؟ العطار والسبع بنات ليه؟ بكرهه عمى. طب ليه؟ والمصحف بكرهه عمى. ليه؟ أولا أنا رحت على أساس إن أنا ليا دور، طلع مليان شور. طلع عليكي إيه؟ أولا يعني إيه، رحت لقيت نفسي عاملة مشهد واحد وأنا صغيرة، والباقي بقينا كبار فجأة وسننا كبير وعواجيز وفوزت يعني، واسمي اتكتب وحش والدور وحش، وفي ناس عاتبتني قالت لي ده مش دور انت تعملي، ده ما كانش في دور اصلا. فانا كرهت هذا المسلسل جدا، وبعدين ايه حتى في حاجات اتكتبت بعد كده ما اتعملتش اصلا. ف يعني انا وكان ساعتها ايه، ما هو في مشكله برضو عندنا موجوده انك انت ما بتاخديش الورق كله كامل. يعني انت ابتديتي بالتصوير من دون ما تقري السيناريو كله؟ مش كله، لان ليه هو كل سيارة لمين بقى؟ رحت سالت المؤلف وقلت له في كذا كذا عندي كذا، بس دول باينين ان هم قليلين وبتاع. لا قال لي لا لسه هنكتب، لسه مش عارفه ايه بتاع وحاجات كده. ولقيت ما فيش حاجه اتكتبت بعد كده، والمكتوب اي كلام، وحتى اللي كتبه كان المفروض لسه هنعمله ما عملناهوش، ما تعملش. يعني اتضحك عليك من الاخر؟ اه حد بيضحك على السلوى؟ او النبي ضحكوا عليا. لا والله لا بحبوش خالص المسلسل ده. دي الحاجه الوحيده في الاعمال اللي قدمتيها مش حبيتيها صح، ولا في حاجه تانية؟ لا ما اعتقدش، انا كل حاجه اشتغلتها كنت مبسوطه بيها.